السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع. طبعا اخوان زي كل ليلة من نحط للخنزير اكل ومي ونشوف شو نسوي مع الخنزير. بصراحة اخوان انا علمت الناس كيف تصيد الخنازير على الاقفاص والاقفاص نجحت. في اثنين صادوا كل واحد خنزير عن طريق الاقفاص، فهيك صار موضوع الاقفاص سهل جدا نصيد الخنازير. وبصراحة انا يا اخوان مليت من هاي الشغلة، متعبة ومكلفة ووجعة راس، مش عارف شو اسوي مع الخنزير هذا. والله ما انا عارف شو اسوي معه، كيف بدنا نحط له اكل؟ زي ما بقولوا الواحد مرات هيك بنحبط، بدي اشوف شو بدي اسوي معه. شغلة الأقفاص ممتازة جدا يا اخوان، وبدل ما تحط في الأقفاص لحم او دجاج او مصارين دجاج عشان الخنازير تيجي جوا بعدين تصير تيجي كلاب وثعالب، لا غير، حط ذرة، الذرة بتيجي على ريحته منيح، حط علف، حط اي اشي خضرة فواكه بيجي عليه. انت شفت اولها كيف تغلبنا، بعدين القفص صار صايد. بدنا نحط له مي يشرب. خليه يشرب. عبيت له هذول الكنان بس يعني عشان نعيش سطل. هاي جبت له شوال خلطة دخله يا جوا، اسحب لي هلا هون. هاي ما شوف شو بسوي. وهاي جزر كول يا معلم، تشوف اخرتها وين معك شو بنسوي معك. هذا سطل ولا طيب خليه. والله يا اخوان بصراحة انا واحد اهبل، والله ما عارف شو بدي اسوي، اقسم بالله خنازير مش عارف شو دي وجعت هالراس. المهم هذا الخنزير الثاني مش الاول، هذا الثاني عرفتوا كيف، هذا خليته بالقفص مش عارف شو بدي اعمل، انا مش عارف شو بدي اعمل بصراحة. بس تعال صراحة وانا عارف شو بدي اعمل. يلا تعال يلا. المهم
شغلة متعبة وزهق وملل ومكرفة وصعبة ومش عارف شو. المهم أنا خلص زي ما قلت لكم الناس تعلموا كيف يعملوا أقفاص، طريقة القفص في ناس سووه وبصيدوا عليه، وهذا هو هذا الخنزير بشاشة السمك. بجوز أفلته والله ما أنا عارف. السلام عليكم.